السلام عليكم أعزائي الطلبة، الصوت واضح؟ أمل الكتابة إذا كان الصوت واضح. الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم إن شاء الله سنستكمل ما كنا قد بدأناه، وأنا حاولت حتى يعني أركز معكم بإني أجهز شيء أعرضه عوضا عن الكتابة، لأنه عملية الكتابة يعني كانت عملية عقيمة نوعا ما. ف كما ذكرت جهزت شيء إن شاء الله اليوم نعرضه. كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند طرق وصف الجودة، اللي هي إذا بتتذكروا العلامات التجارية والمواصفات القياسية والمواصفات الخاصة والرتب والدرجات، بالإضافة إلى العينات والنماذج. اليوم بشكل سريع يعني سنتطرق إلى موضوع فحص الجودة الذي نتحقق من خلاله من مطابقة المواد المشترى للمواصفات التي كنا قد حددناها سابقا، اللي ذكرنا أن المواصفات الفنية، الخصائص كيميائية المواد، مقوماتها، يجب أن نفحص لنتأكد بأنه ما ورد لنا بالفعل مطابق لما طلب، للشروط التي اتفقنا عليها مع المورد. طبعا الخطأ وارد هنا، خطأ أنه يكون في أخطاء في التوريد، إما بسبب أنه حدثت مشاكل فنية متعلقة بالآلات والأجهزة لدى المورد، أو أنه المورد ما كان فاهم علينا بالضبط إيش إحنا اللي بدنا إياه، فودانا أشياء مش مطابقة تماما لما نريد، أو أنه المورد ما عنده فحص يعني ومراقبة سليمة للإنتاج، ما عنده نظام لمراقبة الجودة. طبعا هون احنا يعني موضوع الفحص ومكان الفحص، الفحص عملية ضرورية جدا حتى لا نستخدم مواد غير مطابقة أو تالفة، وأيضا حتى نشعر المورد بأنه نحن يعني سيكون هنالك رقابة على أدائك. سلطة الفحص سلطة عادة استشارية في المنظمات، والفحص بالمناسبة قد يكون داخل الشركة المشترية، داخل الشركة التي اشترت المواد، وهنا بتكون بعد عملية النقل والتسليم، يعني بعد ما تنقل لنا المواد ونستلمها نقوم بالفحص داخل الشركة، أو قد تكون خارج الشركة. وخارج الشركة في احتمالين، إما عند المورد نفسه أو إنه نكلف جهة طرف ثالث، لا إحنا ولا المورد اللي بفحص المواد، إحنا نتعاقد مع طرف ثالث هو بتولى عملية الفحص. الصوت مش واضح؟ هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ تمام. فإذا يا عواطف المشكلة يبدو إنه من جهازك. طيب الآن في مراحل عملية الفحص. أول شيء الاستلام المبدئي والفحص الظاهري، هون نتحقق من أشياء تقليدية متعارف عليها. المواد نفسها بنفحصها فحص مبدئي بنسميه أو ظاهري، مشان نشوف إن الوزن صحيح، العدد صحيح، في إشي مبين عليه مكسور بالضبط، لأنه حتى نعرف إنه المواد نقلت إنه جاءت سليمة، يعني قد يكون المشكلة من الناقل. فأول شيء إحنا بنفحص عدد وزن ووجود أو عدم وجود أي تلف أو كسر في المادة أثناء نقلها. وبعد ذلك ننتقل للفحص الفني، الفحص الحقيقي. الفحص الفني للمواصفات الفنية، تذكروا لما ذكرنا انه يجب ان نحدد المواصفات الفنية، لانه بتسهل عمل المشتري وعمل البائع اللي هو المورد وعمل الجهة اللي بتستلم المواد وبتفحصها. هون بيطلعوا المواصفات اللي كنا احنا محددينها وبيبدأوا يقارنوا. هون يا عبير، نعم هذا داخل الشركة المشترية، هذا الفحص المبدئي الظاهري داخل الشركة المشترية، بنمر على البضاعة بنعدها وبنشوف الوزن صحيح
ومنطلع بنكتب تقرير انه هل في شيء مكسر، شيء تالف ظاهر للعيان بصورة ظاهرة للعيان، ولكن هل المكونات صحيحة زي ما طلبنا قبل ولا بعد ايش يا عبير؟ قبل ولا بعد ايش؟ قبل ولا بعد ايش؟ تقصد قبل ولا بعد؟ حددي لي قبل او بعد ايش بالضبط؟ نقل؟ بكل تأكيد بعد عملية النقل، هذا بعد عملية النقل. اها، اذا بالمادة العلمية عندكم قبل صلحوه، اذا صلحوه اذا بملخص او شيء فيه خطأ طبعا داخل الشركة المشترية. يعني احنا اللي اشترينا كيف بدنا نفحص قبل ما نستلم واحنا المشترين؟ هذا لازم، بما انه احنا المشترين والفحص داخل الشركة المشترية، بكل تأكيد البضاعة لازم تكون وصلتنا، نقلت لنا واصبحت بحوزتنا حتى نستطيع ان نفحصها. نعم نعم يا خلود، نعم، بعد عملية النقل، بعد ما تجينا البضاعة احنا المشترين. واضح حتى بالمنطق يعني. بعد عملية النقل يعني انا مثلا بدي اشحن لك، بدي ابيعك بضاعة، تقدري انت تفحصيها قبل ما تكون بحوزتك؟ بكل تأكيد لا، لازم تصبح بحوزتك تنقل إليك وبعد ذلك تفحصيها. طيب تمام. الآن وين وصلت أنا؟ للفحص، للتحقق من تطابق المواصفات الفنية، وهون تيجي الجهات الفنية اللي هي إما إنه القسم اللي اشترى اللي طلبها، أو إنه إدارة الجودة، إذا عندنا إدارة جودة، وبفحصوا المواد مكوناتها كيميائيتها مقوماتها حتى يتحققوا من إنه فعلا مواصفاتها الفنية الحقيقية مطابقة لما تم الاتفاق عليه، مش بس ظاهريا. طيب الآن في عندنا طريقتين للفحص، إما إنه بنفحص كل حبة نمسكها وبنفحصها من الشحنة، يعني لو إجانا مليون قطعة ناخذ المليون وبنفحصهم وحدي وحدي. نعم نفحص جميع، ما بعرف انا بحكي بناء على السؤال يا ياسر، انه اذا كانت قبل الفحص او اللي قبل النقل او بعد النقل. طبعا لما تكون لدى الجهة المشترية بتتم بعد النقل، بامكانك ترجع تشاهد اللقاء الحي. الآن نتحدث عن طرق الفحص. طرق الفحص يا إيمان. واضح؟ طيب الآن حكينا في فحص شامل وفحص إحصائي. الفحص الشامل نفحص جميع المواد، جميع الوحدات اللي وردت لنا، وبنتحقق من انها مطابقة او عدم مطابقة للمواصفات. طبعا هذا الفحص له ايجابيات وله سلبيات. سلبياته انه زي ما بامكانكم انتم تحزوا لوحدكم، انه نفقاته كبيرة وباخذ وقت وباخذ جهد. ايضا من سلبياته انه يعني في كثير من الاحيان بعض الأصناف لا يناسب هذا الفحص، وبعض الظروف ما بنقدر نعمله لو بدنا. نتيجة على سبيل المثال الوقت محدود واحنا مستعجلين. في فحص آخر اللي هو الفحص الإحصائي، ولكن قبل هيك متى يستخدم الفحص الشامل؟ لما تكون المواد في غاية الأهمية، يعني هي اللي بتحدد إلى نسبة كبيرة جودة المادة اللي احنا بنصنعها او السلعة اللي احنا بنصنعها في غاية الأهمية، فلذلك نفحصها فحص شامل كلهم نتحقق منهم. ايضا لما يكون انه المادة خطرة، اذا في خلل فيها
بتعرض سلامة العمال وبتعرض الآلات اللي موجودة عندنا للتلف. فضروري تنفحص كلياتها، لأنه إذا حبة واحدة فيها مشكلة راح تعمل لنا مشكلة أكبر. برضو متى بنلجأ له؟ بنلجأ له في حالة إنه تكلفة الوحدة الواحدة مرتفعة. ساعتها يعني لما نكون إحنا دافعين مبلغ وقدره على كل حبة، بيستاهل إنه نفحصهم كلياتهم فحص شامل. الفحص الإحصائي وفحص ممتاز وكثير، يعني هو الأكثر شيوعا خاصة في الشركات الكبيرة. هون احنا بناخذ عينة عشوائية. عشوائية بمعنى كيف تختار عينة عشوائية؟ بمعنى انه تعطي فرصة متساوية لكل الوحدات وتسحب عينة. لها طرق لسحب العينة العشوائية. طيب الآن هذا في بالنسبة للطلبية الواحدة. ايضا لو كان عدد الطلبيات كبير ناخذ عينه من كل طلبيه. طيب يا ياسر ماشي اوكي، خففت لك شغله راح تنبسط عليها بعدين بنحكي فيها. طبعا لانه فصل صيفي ومضغوط، بس يعني فقط يعني خلينا لكم الأشياء الواضحة السهلة إن شاء الله. طيب خلونا نكمل أساس نكسب الوقت، لأنه إحنا متأخرين شوي. الآن إذا الوحدات مطابقة خير وبركة، إذا في أشياء مش مطابقة هنا أمامنا عدة خيارات حسب الموقف اللي احنا فيه. اما انه بنرجع الوحدات غير المطابقة او الاصناف غير المطابقة، او انه من اذا كان عددها كبير بنرجع الطلبية كاملة. وايضا امامنا خيار انه ندفع المورد شرط جزائي، الشرط الجزائي يدفع لنا تعويض، لانه احنا اتفقنا بالمكان المعين بالوقت المعين تورد لنا المواد المعينة بالمواصفات المعينة، وانت ما خليت بهذا الاتفاق وعضريت فينا. ايوه. و ايضا قد نوقف التعامل معك عقاب. طيب ما مصادر المعلومات عن مصادر التوريد؟ كيف نحصل، كيف نحدد مصادر التوريد، كيف اعرف من مين اشتري؟ في عده خيارات بامكانكم تقرؤوها، ما بدي اتوقف عنها كثير لسببين يعني، بس هي مهم اقرؤوها يعني قراءه سهله. الكتالوج، الصحف والمجلات، بامكاني اعرف عن الموردين من وين، من الكتالوجات او الصحف والمجلات، هذا اذا حد يقرا صحف ومجلات. طيب اوكي، من تعاملاتنا السابقه سجلاتنا، برجع على سجلاتنا، المقابلات البيعيه اللي بودوا لنا مندوبين مبيعات الموردين من قبلهم، الدليل التجاري ودليل التلفون. اوكي دليل التلفون. طيب الغرف التجاريه والاجهزه الحكوميه، واللي هي الغرفة التجارية الصناعية عندنا بالسعودية، بإمكانك تأخذ من عندهم CD بأسماء الموردين. العينات، الزيارات للمصانع والموردين، ورسائل والإنترنت. الإنترنت هي يعني بتعرفوا غطت عليهم كلياتهم تقريبا، باستثناء بجوز اللي هو المندوبين المبيعات اللي بودوا اشخاص يعرضوا لنا عينات، هذه لا زالت. لا لا اقرؤوها يا امام، بس ما بدي اتوقف عندها كثير، الاشياء السهله ما بدي تاخذ وقت. طيب شو العوامل اللي بنراعيها عند الاختيار بين الموردين؟ مش رؤوس اقلام، لا اقرؤوها، ولكن هي سهله ما بدي اتوقف عندها كثير. لا اقرؤوها وممكن تيجي بالاختبار، بس هي سهله ما بدي اعطيها وقت كثير. اوكي الموقع الجغرافي بتعرفوا انتم، القريب حبيب دائما، القريب كلفة النقل بتكون بسيطة يعني، ايضا بامكاننا بسرعة نحصل على المواد.
يعني كل ما كان أقرب المورد إلنا كل ما كان أفضل، طبعا إذا كان متوفر عند المادة المطلوبة. دائما بنحط مع ثبات العوامل الأخرى، هذا صحيح. أيضا المركز المالي للمورد، كل ما كان مركز المالي قوي وعنده الإمكانيات المالية كل ما كان أفضل لنا، بكون عنده استقرار بالسوق وبيقدر يعطينا تسهيلات بالدفع. في أيضا أي نعم نعم في أيضا القدرات الفنية والتكنولوجية، إنه بتبنى أحدث الأساليب والتقنيات اللي بتطلع في مجال عمله وبيعتمد عليها في أداء أعماله، مش تقليدي صار له 50 سنة بيشتغل بنفس الطريقة. أيضا مستوى الجودي، وإحنا قلنا مستوى الجودي، هل قلنا إنه نشتري دائما الجودة الأعلى عشان نرضي زبايننا؟ بنشتري الجودة الأعلى. أحسنتم، الجودي مش الأفضل يا سوسن، لا الجودي المناسبة من حيث الملائمة للغرض والتكلفة والتوافر. في بالكم من هاي كمية التوريد، وكمية التوريد تأخذ بعين الاعتبار الشحنة كاملة والكمية كاملة والشحنات. بعضهم بجوز يقول لك أنا بقدر أوفر لك الكمية كاملة بس على شحنات اللي أنت طالبها ما بقدر. نعم، فلا يتعلق فقط بالكمية الاحتياج السنوي أقصد، ولكن أيضا الشحنات الدفعات اللي بتودينا فيها. السعر طبعا شوفوا هون، السعر إذا ثبتنا العوامل الأخرى السعر الأقل أفضل، ولكن ما بناخذ السعر فقط لوحده. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجودة والكمية والتوقيت، يعني يؤخذ مع بقية العوامل كله باكج مع بعض. الخدمة والضمان، إنه يكون قادر على أن يوفر لنا خدمات، وخصوصا ما بعد البيع من حيث التوصيل والتركيب والصيانة والتدريب وما إلى ذلك. السمعة، كل ما كانت سمعته أفضل طبعا بكل تأكيد في السوق بكون يعني متوقع أن يكون أداؤه أفضل، ولذلك السمعة جدا مهمة. في معايير حديثة اللي هي قدراته الإدارية، التزامه بالتطوير والتحسين، وأيضا علاقة إيجابية مع القوى العاملة اللي عنده، ويكون عندهم الرضا. طب أنا شو علاقتي بالله؟ يعني أروح أسأل الموظفين وأسأل عن الموظفين اللي عند المورد إنه أنتم مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ طب شو دخلك أنت؟ انت جاي تشتري من عندي، ليش جاي تسأل العاملين عندي انه مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ صح ولا لا؟ يعني انت جاي بدك بضاعة معينة انا ببيعك اياها، ما لك شغل تسأل عن العاملين عندي مبسوطين ولا مش مبسوطين. صح ولا لا؟ شو رأيكم انتو؟ لا مش صح. لا كلكم قاعدين تكتبوا صح، لا غلط وغلط فادح كمان، وهذا من اهم الامور اللي بيهتموا فيها. تنسوش انه بكثير من دول العالم انه من حق العاملين اذا كانوا مش مبسوطين يعملوا اضراب، وهون في حالة الاضراب مش بحقك تحتج، يعني راح تتأخر طلبيتك ويقول لك المورد انا اسف والله صار عندي اضراب، فمش من حقك انك ترفع تحاسبه. عدا عن انه العامل الغضبان بحاول يخرب الدنيا. ولذلك يعني هذا الموضوع انه يجب ان يكون عنده علاقة ايجابية مع العاملين عنده وفي رضا وظيفي، ومش بس هيك كمان يهتم بكفاءتهم وقدراتهم ويعطيهم تدريب، دائما دافعيتهم وحماسهم للعمل عالي. لاحظوا احنا قاعدين نحكي مش على عمال اللي عندنا، مش الموظفين اللي عندنا، عند المورد. هذه حقيقة من المعايير المهمة في تطبيق إدارة سلاسل الإمداد، لأنه إدارة سلاسل الإمداد نصبح كلنا احنا المنظمة الموردة والمنظمة المصنعة والمنظمة والمنظمات الموزعة، وكأننا منظمة واحدة. نعم،
ولذلك يعني حتى موضوع الجودة بيكون إدارة جودة شاملة، مش بس داخل المنظمة، بين المنظمات كلياتها، تكامل كامل وعلاقة طويلة الأجل. نعم. فأيضا كما ذكرت قبل قليل أنه الجودة الشاملة بيطبقها، عنده التزام بالقوانين المتعلقة بالبيئة، وهذا فيه اهتمام كبير فيها للتقليل من تدمير البيئة. تدمير البيئة هذا موضوع مهم، مش مهم يعني، في موردين لوثوا مصادر المياه، دمر الطبيعة، ولذلك هذول يعني يجب أن لا نتعامل معهم. جدول الإنتاج طبعا هذا كما ذكرت في إدارة سلاسل الإمداد، إنه عنده تكنولوجيا حديثة وآلات ومعدات حديثة بتستطيع وأساليب حديثة في تخطيط التصنيع عنده ورقابة على الجودة، وحتى أيضا لاحقا لما نتعامل مع شيء في تكامل ما بين نظامنا ونظامه، ونشتغل بسلاسة وكأن منظمة واحدة، مش منظمتين احنا والمورد. نظم المعلومات تعرفوا انتم يعني اخذتوها بجوز عند الدكتور فوزي العيادي، عصب، اصبحت العصب اللي بحرك المنظمة نظام المعلومات الموجود عنده، ويجب انه كامل ما بين نظام معلوماتنا ونظام معلوماته. ودائما نحن لا نتعامل مع مورد في كل شهر جديد، لا، نوقع عقد لعلاقة طويلة الأجل. طيب، فهذه فيما يتعلق بمصادر التوريد. الآن دعونا نأخذ عملي، كيف نقيم، نسينا شيء احنا بالشرح ولا ما نسينا؟ هل في موضوع قفزنا عنه خطأ؟ لا لا. طيب تمام، خلونا ننتقل لتقييم الموردين أعزائي. وموضوع تقييم الموردين موضوع مهم، مهم لأنه سهل بصراحة، أهم شيء تلخص المعطيات. بحكي لك أنه حددت إحدى الشركات المعايير الأساسية للاختيار ما بين الموردين المرشحين للتعامل معها في توريد أحد الأصناف، وذلك على النحو التالي: الجودة 40 نقطة، صافي السعر 25 نقطة، ملائمة كمية وقت التوريد 20 نقطة، خدمات ما بعد الشراء أو الخدمات راح نسميها 10 نقاط، وشروط السداد 5 نقاط. هذه يا أخوان المعايير اللي أنا بدي أقيم بناء عليها المورد، بدي أقيمه بناء على السعر تبعه، بناء على الكمية وقت التوريد، وبناء على الخدمات اللي راح يقدم لي إياها، وأيضا شروط السداد. هل هاي المعايير متساوية بالأهمية؟ هل الجودة نفس أهمية شروط السداد؟ بكل تأكيد مش متساوي. يعني موضوع إنه يلتزم بالجودة اللي أنا حددت له إياها بجزء أهم من شروط السداد. طبعا هذا اللي بيحدده المنظم المشتري. فلذلك بدنا شيء اللي من خلاله نعكس أهمية أكبر للجودة. فرحنا حطينا أوزان. لاحظوا مجموع الأوزان 40 25 و20 و10 و5 كم مجموعهم؟ 100. الآن الجودة أعطيناها 40 درجة من 100، بينما شروط السداد أعطيناها 5 درجات. هذه زي احتساب المعدل التراكمي، يعني المادة المهمة بيكون ساعاتها أكبر، يعني أثرها في المعدل التراكمي أكبر. فأكيد المادة اللي أعطوها 3 ساعات بكون تأثيرها على المعدل التراكمي فيما لو رسبت فيها أكبر من مادة ساعة واحدة. هوكي إحنا عكسنا الأهمية أو الوزن النسبي للمعيار. فمشان نحكي إنه الجودة مهمة كثير، وإحنا حطينا من 100 نقطة أعطيناها 40 نقطة. لاحظوا النص إلا شوي. بعديها بالأهمية إجا ترتيب الأهمية صافي السعر، بعديها إجا التوريد، وبعديها الخدمات، وآخر شيء شروط السداد. واضح المقصود بالأوزان؟
واضح؟ تمام. اوكي، انا لانه ما كنت منزل النص عشان اشوف ايش كتبته. طيب الان اعزائي، نعم، من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه، اهم معيار عندي الجوده، والاقل لها اهميه شروط السداد. يعني اعطيكي مثال يا ساره، اعطيكي مثال. احنا الان لو بدنا، اتفقنا ان نروح على مطعم بدنا ناكل، في عندنا جودة الأكل نظافته، وفي عندنا الشكل والطعم، وفي عندنا السعر. هل كلها متساوية بالأهمية؟ يعني على سبيل المثال، لو الشكل والطعم زاكي بس الأكل مش نظيف، رح نروح على المستشفى لا قدر الله. فبنعطي وزن، بنعطي مثلا 50%، 50 نقطة للجودة مشان نعكس أهميتها، وبنوزع البقية على باقي الأمور مشان نعطي أهمية أكبر. نعم أوكي. طيب الآن خلونا، الشركة بتعتمد في تقييم الموردين على 3 مستويات للحكم: ممتاز، وهذه بتعطيه 3 نقاط إذا أخذ ممتاز، هذا يسمى من عندي أنا، ما قرأت خيال، وما بعرف خيال، مثال من عندي للتوضيح فقط. أوكي، ولإيصال الفكرة فقط، أو جيد بنعطيه نقطتين، أو مقبول بنعطيه نقطة. أوكي، الآن المصدر التوريدي الأول أخذ بالجودة جيد، وبالسعر ما في جيد بالسعر ومقبول وممتاز. في السعر بعطيك السعر وبعطيك أي شروط ثانية، فالسعر حسبته أعقد شوي من بقية المتغيرات، ولذلك رح نفصله، رح نحسبه لحال ونحسب الثانيات لحال وبعدين ندمج مع بعض. واضح؟ فعندنا الأول، المورد الأول دائما لما يعطيك السعر بده يحكي لك شغلتين: مكان التسليم، هل هو محل البائع ولا محل المشتري؟ إذا مكان التسليم محل البائع معناته كلفة النقل على مين؟ إذا مكان التسليم محل البائع معناته كلفة النقل على مين؟ علي أنا اللي بدي أشتري. إذا مكان التسليم محل المشتري معناته كلفة النقل على مين؟ على البائع. فإذا أنا دائما بفضل إنه يكون كلفة النقل على البائع، ولكن إذا البائع رفض بدي السؤال لازم يعطيني كلفة النقل للوحدة الواحدة. أوكي؟ هذه لما أحسب السعر لازم أخذها بعين الاعتبار. أيضا هل بعطي خصم على الكمية؟ في كثير موردين بيقول لك إذا اشتريت هالقد بعطيك خصم 5%، 2%، 3%. إذا هذا الكلام موجود بدك توثقه، وبأثر على السعر، على السعر النهائي. فالمورد الأول سعره 13 ريال وبعطيك خصم إذا اشتريت 1500 وحدة فأكثر 3%. في بالنسبة للتوريد عنده جيد، شروط السداد عنده مقبولة، وشروط التسليم محل المشتري. عفوا، هذا مش المورد الأول، المورد الثاني. أنا بالمناسبة لخصتهم، خليني أضع لكم التلخيص، فقط لحظات، لخصت المعطيات. لحظات، وبضع لكم جدول في المعطيات كاملة.
هذا أعزائي المعطيات كنت أعملها على إكسل. أي نعم، مهم مهم يا ندى. واضح المعطيات أمامكم؟ طيب تمام. المورد الأول سعر 12 ريال والتسليم محل المشتري، ممتاز، معناته 12 ريال واصل لعندي، الجودة جيد، التوريد مقبول، وأمامكم المعطيات. الآن المورد الثاني 13 ريال سعره والتسليم في محل المشتري، وكمان بيقول لي إذا اشتريت 1500 وحدة فأكثر خذ كمية خصم، خذ خصم 3%. المورد الثالث سعره 10 ريال والتسليم في محل البائع، ولاحظوا لأنه التسليم في محل البائع لازم يعطيني السؤال تكلفة النقل. تكلفة النقل 1، لأنه أنا اللي بدي نقولها 1 ريال للوحدة الواحدة. طبعا هاي الأوزان كما تشاهدون، هون أنا لخصت وأنتم لخصوا مثلي يعني زي. الآن لو تناسينا هذا، إحنا الآن لو تناسيناه هذا الآن، لو ما فيش السعر وتعقيد السعر كان ولا أسهل منها. هون جيد، شو بحط؟ 2، لأنه جيد بتأخذ 2. هون مقبول، شو بحط؟ 1، لأنه مقبول 1. هون ممتاز، كم بضع؟ 3. بعدين بحسب. كيف بحسب أعزائي؟ بضرب بالوزن، بطلع جدول جديد مضروب بالأوزان مثل هذا الجدول، خليني أعطيكم إياه لحظات. فلاحظتوا انتوا اللي مش فاهم علي، اوكي ياسر، الان جيد معناته اخذ نقطتين، هون وضعت الاوزان، لاحظ المعايير هاي كتبتها، الجودة، السعر خليه السعر، السعر حسبته قصة، بدنا نعمل له جدول لوحده، ماشي ياسر. هون حطيت المعايير الباقية اللي سهل حسبتها، اوكي، وحطيت أوزانها 40 و20 و10 و5. طبعا لاحظ استبعدت السعر الآن فقط الآن بس مشان أوضح لكم، ووضعت حولت الكلمات إنه كان بالجودة جيد. شو يعني جيد؟ كم نقطة أخذ؟ أخذ نقطتين. التوريد مقبول يعني كم أضع له؟ هاي هون أنا واضع لك إياه هون، هذا من معطيات السؤال، أخذ 1. لاحظ هذا هون كم أخذ بالجودة الثاني، ممتاز، كم حطيت له؟ 3. واضح؟ واضح يا ناصر؟ زي السؤال الموجود عندكم بالمادة العلمية، نفسه نفسه، أوكي. أنا بس فصلت فيها مشان أوضح لكم إنه المعايير باستثناء السعر سهل جدا احتسابها. والان كل ما هنالك اني راح اضرب الوزن ضرب النقاط، ف 40 في 20 بصير المورد الاول كم درجته؟ بدي اكتبها بالاحمر، كم درجته بصير؟ 80. 40 في 2 عفوا، 40 في 2، نفس سوسن، نفس صيغه السؤال اللي عندكم في الماده العلميه نفسها. خلود انا غلط، حكيت 20، هو 2، 40 في 2، لانه هو كان جيد اخذ 2 والوزن 40، فبنضرب الوزن بالنقاط اللي اخذها. لا مو 20، 2 2 يا نوف، هيو هون شايفيته، هيو جيد، هو كان جيد اخذ 2، 2 في 40 80. هون 3 في 40 كم؟ 120. وهون
اثنين في 40 ايضا 80. خلص هيك حسبنا الجودة للثلاث موردين، وبنطبق نفس الكلام على كل الباقين. يعني هاي هون خمسة، خمسة في اثنين عشرة، وهون خمسة، بيطلع الجواب سهلة. طيب الآن ما عدا السعر، الآن السعر بدنا نعرف كيف بدنا نحسبه، وأنا فصلت لكم إياه مشان يسهل عليكم. خليني بس لحظات أحمل الملف. الآن بالنسبة لاحتساب السعر نعمل له جدول لحاله. هاي السعر، هذا احتساب السعر. لحظة أعزائي، أول شيء أنا إذا بتتذكروا أعطاني السعر، السعر للأول 12، وكان محل التسليم للمورد الأول إذا بتتذكروا كم، وين محل المشتري، يعني ما في تكاليف نقل، وما أعطاني نسبة خصم، فهذول كلهم صفر صفر. إذا السعر بعد السعر النهائي كم تبعه هون 12، وما أعطانيش كلفة نقل صفر، إذا السعر النهائي 12 زي ما هو. المورد الثاني سعره كان 13 ولكنه أعطاني 3% خصم، إذا كان 1500 فأكثر اللي بتشتري من عنده 3% خصم. احنا كم اشترينا من عنده؟ معطيات السؤال بتحكي لي انه احنا اشترينا من عنده 5000، فاذا احنا بدنا نشتري من عنده اكثر من ال 1500، معناته هل رح نحصل على الخصم ولا لا؟ رح نحصل على الخصم، ولذلك وضعت الخصم. وهون حسبت كمية الخصم، كيف انحسبت كمية الخصم؟ اللي هو 13 ضرب 3%. بيطلع هذا. بنقص، يلا بس لحظات. الآن السعر هون 13 وحطيت نسبة الخصم 3%، وقيمة الخصم كيف بطلعها؟ بضرب نسبة الخصم بالسعر، بطلع نسبة الخصم خلينا نحكي 39 هللة، 0.39 يعني 39 هللة، هو سعره 13 ريال. كم أصبح سعره بعد ما أخذنا الخصم بعين الاعتبار؟ من نقص 13 ناقص 39 هللة بصفي عندي السعر تبعه بعد ما أخذنا الخصم، تمتعنا بالخصم لأنه إحنا اشترينا 5000، وهو حكى اللي بيشتري 1500 فأكثر بأخذ خصم 3%، فانطبق علينا الشرط، أخذنا الخصم 3%، صفى عندنا السعر اللي بده يعطينا إياه 12.61. واضح؟ أوكي. تكلفة النقل هو راح يسلمنا اياها عنا محلنا، فلذلك ما في تكلفة نقل، راح نستلمها مستودعاتنا، هو بده يسلمنا اياها، تكلفة النقل هو تحملها، فلذلك السعر النهائي كم تبعه 12.61. الان بنيجي على الثالث. الثالث السعر اللي اعطاه 10 وما بده يعطي خصم، ما عنده خصم، ولذلك ما في قيمة خصم وسعره 10. الآن تسليمه محل البائع، محل البائع، وبالتالي أنا اللي راح أتحمل تكلفة النقل.
تكلفة النقل للوحدة ريال بضيفها، فإذا أصبح سعره كم النهائي؟ 10 زائد 1، 10 زائد 1 11. نسبة السعر كيف بنحسبها؟ مين بحكي لي نسبة السعر هذه كيف بنحسبها؟ بتحدد أول شيء أقل سعر، وبتقسم أقل سعر على السعر الحالي، واضح؟ فهون أقل سعر شو هو؟ 11. هيو شايفين، وهي أمامكم الأسعار، هاي الأسعار بعد استبعاد تكلفة النقل وبعد كل شيء. فأقل سعر 11. الآن 11 قسمها على 12 بيطلع 12 و67. هي للمورد الأول. المورد الثاني سعره 12 و61. طبعا 11 قسمة 12 و61 بيطلع الجواب 87 فاصلة 23%. هيو، وهذا أقل سعر على سعر على سعر على نفسه، يعني هو أقل سعر، يعني 11 11 100%. الآن هذه نسبة السعر بضربها بالوزن. الوزن كان الوزن للسعر كان 25 إذا بتتذكروا السؤال بالمعطيات. تختلف عن اللي طلعتها وين؟ تختلف وين يا ياسر؟ مش عارف تختلف وين قصدك. اوكي، فواحد وتسعين بالمية، 91.67%، ضرب 25 بيطلع النقاط اللي حصل عليها في السعر 22.92. و ايضا 87.23 ضرب 25 بيطلع 21، يعني هذا ضرب الوزن. واضح أعزائي؟ بضرب بالوزن، بضرب النسبة بالوزن، نسبة السعر في الوزن. طيب الآن طلعت الحمد لله بعد هذا الجدول، طلعت النقاط الموزونة. أنا هاي كل هذا الكلام مشان أحصل هاي النقاط الموزونة، وأروح أنقلها على جدول نهائي. جدول نهائي بلخص فيه كل النقاط لكل الهاي. خليكم معي أحمل الجدول النهائي. الآن الجدول النهائي بحملكم إياه. ما تضرب يا أسماء، بتقسمي أقل سعر على السعر اللي بدك، السعر الحالي اللي أنت للمورد اللي قاعد بتقيمي فيه. فلاحظي، بالأول قسمنا أقل سعر اللي كان 11 على 12، بالثاني 11 على 12 و61، بالثالث 11 على 11 على نفسه، واضح؟ بعدين بعد ما أطلع نسبة السعر بضرب بالوزن. فضربنا 91.67 ضرب 25، طلع عندي النقاط 22.92. في الثاني نسبة السعر اللي 87.23% ضرب 25، طلع عندي النقاط اللي حصل عليها 21.81، والثالث نفس الشيء. اوكي، الآن بدي أحملكم الجدول الثالث. هيو الآن الجدول الثالث، هيو أمامكم، لخصت فيه كل شيء. هاي النقاط اللي حصلت عليها آخر إشي،
ده السعر، صافي السعر. وهون الجودة تتذكروا حسبناها مع بعض، ضربنا الوزن ضرب النقاط اللي حصل عليها، وبعدين بتروح بتجمع النقاط لكل مورد، هذول مجموعهم 152. المورد الأول حصل على 152، والمورد الثاني مجموع نقاطه طلع 206 صار في 81، والمورد الثالث 180. إذا الآن بنجاوبهم على السؤال، أنو أفضل مورد كان فيهم؟ أنو أفضل مورد؟ مين أفضل مورد؟ سبحان الله، الأرقام أمامكم، كيف واحد قال الأول وواحد قال الثالث؟ الثاني واضح حصل على 206 نقاط، أعلى من الأول وأعلى من الثالث. هو حصل أعلى معدل، أعلى نقاط. طيب الحمد لله، يعني اليوم خلصت اللي كنت ناوي أخلصه. طيب احنا انتهى وقت لقائنا، صار له 6 دقائق. غدا اذا عندكم سؤال بجاوب عليه، بس ذكروني انتم، اوكي؟ بلاش ادخل بالشرح مباشرة وانسى اعطيكم وقتكم، ذكروني. اي ملخص، بس لازم تتابع معي اللقاءات الحية مشان تتحقق من عدم وجود اخطاء. حتى القاكم غدا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.